أنا عندما أشرت إلى أن الإسلام السياسي استنفذ أغراضه كنت أشير إلى جوهر الأطروحة الإسلام السياسي التي ظهرت مع السيد الإمام البنا في عام 1928. الوتيرة التي يسير بها العالم الآن وتيرة أسرع بكثير مما كان يعرف في تاريخ البشرية. الفتح الذي قدمته وسائل الاتصال الاجتماعي أو ثورة الاتصالات هي بمثابة ثورة صناعية ثانية في التاريخ. كل هذا يجعل أطروحة الإسلام السياسي تحتاج إلى نقد جذري وإلى قطيعة معرفية أشرت إليها أكثر من مرة. عندئذ يمكن أن تنجح سياسيا، أن يكون لك برنامج سياسي يشبه البرامج السياسية التي تطرحها القوى الوطنية كافة، ويمكن أن تحوز السلطة، ولكن لن تستطيع أن تجيب على السؤال الذي من أجله قامت حركة الإسلام السياسي وهو تجديد الدين. إذا نظرنا إلى محاولات تطبيق الشريعة في دول استمرت لعقود مثل إيران أو مثل السودان، كثير من ما كان يعتبر أحكام ثابتة لدى الفقهاء لم يستطيع أن ينفذها هذا النموذج الإيراني أو النموذج السوداني. في الاقتصاد الحديث المعقد المعاصر الذي لا علاقة له بالاقتصاد الذي كان سائد في المدينة أو كان سائد في مكة، قضايا الدولة كلها، التعليم، الإعلام، الاقتصاد، الجهاد، هذه قضايا تحتاج إلى اجتهاد كبير، اجتهاد جذري. الفقه الإسلامي كله متخلف عنه. الإسلام السياسي لم يستطع أن يسد هذه الفجوة. فيما تقوم مناطق أخرى في الاجتهاد مثل الجامعات، التحول الكبير في المناهج العلوم الإنسانية وتأثيره على البحث في قضايا الدين وقضايا الأديان المقارنة، البحث الذي تطور حتى في إطار السنة في الإسلام، في تطور كبير جدا في متعلق بهذه الأطروحات. الحركات الإسلامية لم تستوعب هذا التطور ولم تضيف إليه، لذلك الحركات الإسلامية تواجه مشاكلها الخاصة. يعني مثلا إذا نظرت إلى أي بلد إسلامي تجد فيه إشكال، مثلا تونس واجهت هذا الإشكال وانتهت إلى موضوع فصل الدعوي من السياسي. هذا تأكيد لأنه الدولة الحديثة تقوم على التمييز، على تمييز المؤسسات، على تمييز المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية، عن المؤسسات التشريعية، عن المؤسسات التنفيذية. هذا أكدته اجتهاد الحركة الإسلامية في تونس. في مصر لم تستطع تجربة الإسلام السياسي التي فازت بالانتخابات أن تحكم لأكثر من عام. الذي حدث من انشقاق حاد في فلسطين بين حماس وفتح، هذا أضر بالقضية الفلسطينية وورطها فيما يعاني منه الآن السكان في غزة. المسائل المتعلقة بالمغرب العربي، النجاح الكبير الذي حققته حركة العدالة والتنمية في المغرب ثم انحسرت، كان لها تقريبا حوالي 80% من مقاعد البرلمان، انحسرت إلى أكثر من 12%، لأقل من 12% من مقاعد البرلمان. حزب العمل في الأردن، الحركة الإسلامية في الجزائر، أي الانشقاقات التي حدثت فيها، حركة السودان نفسها منذ انشقاق آخر القرن 1999 أو عام 2000 إلى اليوم ما تزال تواجه هذه الإشكالات. فالأطروحة الجوهرية للحركة الإسلامية، لحركة الإسلام السياسي، استنفذت أغراضها ولتحتاج إلى تجديد كبير وتصدي كبير. لا يبدو أن طاقة الحركات الإسلامية الحالية تستطيع أن توافي هذا التحدي وأن تحله. طرحت حركة عبد العزيز الحلو وحركة عبد الواحد محمد نور ما أطلق عليه المبادئ فوق الدستورية، وهم يعنون بالمبادئ فوق الدستورية أنه هي المبادئ التي لا بد أن تقوم أولا حتى تقوم دولة حديثة، ومنها فصل الدين عن الدولة. أنا أريد أن أستعمل كلمة أكثر دقة، هي تمييز الدين عن الدولة، لأنه فصل الدين عن الدولة جاء في سياق تاريخي أوروبي كلنا نعلمه ونعلم لماذا انتهى إلى هذه النهايات، ونعرف أنماط مختلفة من العلمانية. ولكن مثلا وثيقة الحقوق والحريات
التي اعتمدت في دستور 2005 واعتمدت في اتفاقية القاهرة كذلك، تشير تقريبا إلى هذه الحقوق الأساسية. ولكن إذا أردنا أن نعمل القوانين التي كانت السائدة في السودان منذ عهد النميري والتي نسميها بقوانين سبتمبر، وأنا أعتقد أن هذه القوانين شوهت طبيعة التشريع في السودان، رغم أنه كان يسير سير موضوعي ومتقدم جدا. الشيخ الترابي تولى منصب النائب العام في منتصف العقد الثمانين على عهد جعفر نميري، والحقيقة منذ أول الثمانينات وتولى منصب النائب العام، وواصل نفس الجهود التي قام بها وزراء العدل من قبله. كانت هنالك جهود بدأت منذ منتصف السبعينات تريد أن تقدم نسخة قانونية سودانية تستفيد من تجارب القانون السوداني، تستمد كثير جدا من مبادئها من التجربة الثرة للشريعة الإسلامية، تستفيد كذلك من دول حولها دول الإقليم، تستفيد من التجارب العالمية. لذلك عكف على مدونة القانون السوداني التي صدرت في 11 مجلد، ووقع عليها جميعا الدكتور حسن الترابي بصفي وزير العدل والنائب العام. كانت تقدم هذه التجربة وتستعين كما ذكرت بكل التجارب، بل استعانت بخبراء من كل تلك المناطق، واستمر هذا الجهد عبر عدد من الذين تولوا منصب وزير العدل. ولكن الداخل التي دخلت على هذا الجهد هي قوانين سبتمبر، هي فرض النميري لخمسة قوانين كان يريد منها في الأول أن يمنع حكمه أسباب جديدة للبقاء، لأن حكمه كان قد استنفذ أغراضه. فلذلك العلمانية كما يذكر الدكتور الواثق كمير في السياق السياسي السوداني هي إلغاء قوانين سبتمبر، وهذا النزاع هو الذي أدى إلى أن يختار الجنوب حق تقرير المصير وأن ينتهي للاستقلال. فذكرت أنا أكثر من مرة أن الشيخ راشد الغنوشي اتصل بي وطلب مني أن أصل المفاوضين في نيفاشا برأيه أنه إذا تعارضت قوانين الحدود الخمسة إنجاز التعبير مع وحدة السودان عليهم أن يختاروا وحدة السودان، باعتبار أن هذه القوانين متغيرة، بعضها يستحيل تطبيقه في إطار دولة حديثة. هذا جزء من الاجتهاد المهم جدا الذي كان ينبغي أن تقوم به الحركة الإسلامية، وأن تواجه هذه التجربة بشجاعة، وأن تعتمد أن الدولة الحديثة قائمة على تمايز المؤسسات وليس دمجها وتوحيدها بالطريقة التي كانت سائدة في القرون الوسطى. هذا يقتضي اجتهاد جديد من المفكرين والعلماء، ويقتضي شجاعة بالغة، لأنه سيواجه إرث وتاريخ. حروب الأهلية يكون لها دائما آثار جانبية مريعة. أول هذه الآثار هو المأساة الإنسانية الكبيرة، تعطل هنالك أكثر من 17 مليون تلميذ سوداني الآن خارج الدراسة. هذا سيخلق جيل من الأميين، هذا الجيل سيكون مستعد طبعا أن يتحول إلى العنف والتطرف العنيف وإلى الحركات التي تحمل السلاح، ويكون بمثابة أزمة للدولة المقبلة. ولذلك يسارع الناس في الحديث أولا عن تأمين وصول المساعدات، تأمين استئناف الحياة المدنية ولو بحدها الأدنى الذي يحفظ التعليم مثلا. وهذا معروف الآن في كل أنماط الحروب الأهلية خاصة التي خاضتها إفريقيا بعد الاستقلال. هنالك أكثر من 19 دولة إفريقية خاضت حرب أهلية. يبدأ الناس عادة بترتيبات الوقف إطلاق النار، ثم يعمدوا من بعد ذلك إلى الترتيبات الأمنية، ثم من بعد ذلك ينفتح مجال للمسار السياسي. كثير من الناس عندهم حساسية من كلمة لا للحرب، لأنها كأنها تريد أن تكرس الوضع القائم. لكن الأفضل هو أن ندعو إلى إيقاف الحرب، وإيقاف الحرب ليس فقط بوقف إطلاق النار، ولكن بإبطال الأسباب المسببة للحرب الأهلية والنزاعات. لذلك أنا قلت إذا انتهينا إلى مسار سياسي، هذا المسار السياسي لابد أن يترك إدارة الفترة الانتقالية لحكومة خبراء الذين نسميهم تكنوقراط. القوى السياسية كلها تنصرف لقضايا تأسيس الدولة التي أشرنا إليها.
عندئذ المسار السياسي يكون واضح. إذا انتهينا من الترتيبات الأمنية وبعد وقف إطلاق النار وأمننا أصول المساعدة الإنسانية، ينفتح المسار السياسي تلقائيا وتثار هذه القضايا. فلذلك هي ينبغي أن تكون الدعوة إلى وقف الحرب وليس لا للحرب، لأنه لا للحرب تحمل ظلال وإيحاءات سياسية وتحمل ظلال وانحيازات إلى طرف من الأطراف وتثير حساسية القوات المسلحة وتكون مادة للدعاية السياسية المضادة. وأظن أنها أخذت وقتها كلمة لا للحرب خلال عام. ينبغي أن ننصرف الآن إلى الدعوة إلى إنهاء الحرب، إلى إنهاء الأسباب التي بالضرورة تولد الحرب وتخلق النزاعات الأهلية. ربما في أي مفاوضات سياسية بين حركة تحمل السلاح وحكومة مركزية وحكومة لقطر ما، يبدأ بموضوع الترتيبات الأمنية. حتى في نفاش اقترح جون غارن أن يبدأ بالترتيبات الأمنية لأنها أعقد وأصعب المواضيع، وذكر أن النزول من الجبل أسهل من الطلوع، فنبدأ من الأعلى. فلذلك القضية بحثت كذلك في استفاضة في اتفاقية جوبا، موضوع الترتيبات الأمنية، وما تزال مطروحة. لكن المبدأ الذي يستند كل الموضوعات المتعلقة بالترتيبات الأمنية عليه هو أن الدولة المعاصرة تحتكر العنف والجيش يحتكر السلاح، ولا توجد بلد فيها أكثر من جيش وهي بلد معاصرة. حتى إذا قلت أن النظام فدراليا لها شرطان، الشرط الأول هو الجيش الواحد، الشرط الثاني هو الديمقراطية. حتى إذا كانت دولة كونفدرالية، مسألة الجيش الواحد تكون مسألة مهمة جدا. يمكن أن نختلف في السياسة الخارجية، لكن السياسة الدفاعية استراتيجية الأمن القومي لا يمكن أن يتم الاختلاف ونطرح أكثر من استراتيجية. فهذا سيكون على رأس القضايا المقبلة. الحركات المسلحة التي كانت في دارفور والتي بعضها الآن في جبال النوبة كلها تعلم هذا الأمر، تعلم أنها لا بد أن تندرج كقوة عسكرية في الجيش الواحد، ثم من بعد ذلك يبقى المشروع السياسي المتصل بهذه الجماعات. ما في ذلك جماعة الدعم السريع، إذا كان لها مشروع سياسي فعليها أن تكون جسم سياسي، حزب أو حركة، وعليها أن تنافس في إطار ديمقراطي. ولا يمكن لحركة سياسية أن تزاوج بين السياسة والسلاح. السياسة تقوم على إلقاء السلاح ووضعه بعيدا في يد القوات المسلحة، وتقوم على احتكار الدولة لكل العنف بما في ذلك قوات الشرطة، قوات السجون، القوات البرية، هذه تمتلكها الدولة. لا يستطيع مثلا مواطن أن يكون فرقة ويقول أن هذه الفرقة ستحمي هذه الغابات ويستورد لها السلاح ويشتري لها السلاح. فهذه بدائها الدولة الحديث، أنه لا بد أن يقوم جيش واحد، ولا بد أن تحتكر الدولة العنف، ولا بد أن تحتكر القوات المسلحة السلاح.